تم الاستيلاء على مجموعة كبيرة من الأعتدة والأسلحة ومقرات لداعش، ومن ضمنها مقر ولاية جند الخلافة لولاية نينوى، إضافة إلى مقر للطائرات المسيرة. كلفنا بهذا الواجب والحمد لله يعني اليوم الخامس إن أنجزنا أكثر من 60% من المهمة اللي كلفنا بها، وإن شاء الله خلال اليومين أو الثلاثة القادمة سوف ننجز المهمة 100%، وفضل الله سبحانه وتعالى بأقل التضحيات وأكثر الخسائر بالعدو. فخر لفرقة الرد السريع أنه نكلف بالمهام الصعبة.